وأكيد مع عالم الأطفال والطفولة سلمى. أكيد زينب، يمكن خلال طبعا السنين الأولى من عمر الطفل بيكون تركيز الأهل على كيفية نمو الطفل، كيف عم يكبر، وأيضا خليني أقول هيك ناحية مهمة كتير، كيف عم يتطور لغويا، كيف عم يلقط الكلام. طبعا الناحية اللغوية هي جزء كتير مهم من دلالات على نمو الطفل وتطوره. اليوم رح نحكي عن التطور اللغوي للأطفال مع ضيفتنا أكيد رانيا عازر، ماجستير تقويم كلام ولغة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباحك يا رانيا. يعني عم نحكي عن موضوع دائما عم نحرص انه يكون موجود بصباحنا، وهو تقويم الكلام والنطق عند الأطفال، وخاصة عم نشوف مشكلة شائعة حاليا انه في تأخر بالنطق عند بعض الأطفال. أول شيء خلينا نحكي عن التطور اللغوي، لازم يكون بأي عمر هو عمر صحي وطبيعي. هلا التطور اللغوي عند الطفل هو بيبدأ من الولادة. نحن بنركز على مرحلتين كتير مهمين. التطور قبل اللغوي هو بيبدأ من ولادة الطفل لحتى عمر السنة. بعدين التطور اللغوي هو بيبدأ من عمر السنة لحتى عمر ال5 سنوات. بس هذا الشيء ما بيعني إنه الطفل ما راح يضل يطور لغته، بس نحن بنركز على هالمرحلتين لأنه هن كتير مهمين بحياة الطفل. هلأ نحن بنحكي عن من الولادة الطفل بيبدأ بأنه هو بيعمل استجابات، مثلا بيسمع صوت أمه أو بيسمع صوت كتير قوي فهو بيعبر عن هالشيء، بيشفل عيونه أو ممكن يبكي، ممكن يهدأ إذا سمع صوت أمه، ممكن يبتسم إذا شاف وجه أمه. الطفل بصير بحب يسمع للموسيقى. هاي نحن عم نحكي عن الفترة من الولادة لعمر السنة. بس الطفل يصير عمره سنة ممكن يصير عنده كلمة بيستخدمها بحياته. بالسنة ونص تقريبا ممكن يصير عنده 150 كلمة الطفل. بنهاية السنة الثانية ممكن يصير عنده 200 كلمة بيستخدمهم بحياته. كل ما تقدم الطفل بالعمر فهو راح يكتسب مفردات أكثر وراح يطول جمل أكثر أو يستخدمها بشكل اجتماعي مناسب للمواقف اللي عم بيمر فيها. أستاذة رانيا، خلينا نحكي الفرق بين الاضطراب اللغوي وبين اضطراب النطق، لأنه في كتير ممكن يكون أسباب مختلفة بين الاثنين. صح. هلا نحن لما بنحكي اضطراب لغه فانه انا بكون عندي اول شيء يا بيكون خلل باستيعاب وفهم الطفل للغه او بانتاجها. الطفل لحتى يقدر يحكي فهو اول شيء بده يسمع، بده يفهم شو عم ينحكى ببيئته، بعدين هو بيتحول لانه ينتج هذا الكلام يلي هو سمعه. فانا اضطراب اللغه ممكن يكون هو خلل بفهم اللغه او خلل بانتاج اللغه والكلمات والمفردات. كمان انا في عندي اللغه هي 5 مستويات، فالطفل عنده بده يركب جملة، فالطفل لازم يكون عنده مستوى قواعدي جيد، لازم يكون عنده يعرف الأزمنة، يعرف كيف يحط الفعل بالزمان المناسب. كمان أنا عندي مستوى دلالي، الطفل بيعرف إنه هاي الكلمة إلى معنى محدد، ممكن يستخدمها بسياق تاني يكون إلى معنى تاني، فهذا تسميه مستوى المعاني. كمان عندي مستوى الصوتي، إنه هي مجموعة الأصوات اللي بتكون لغة الطفل. الطفل بيتعلم إنه الصوت، بعدين بيتعلم كيف يدمج هاي الأصوات ببعضها، بعدين يكون منها كلمات. وآخر شيء المستوى الاجتماعي للغة أو استخدام اللغة بالمجتمع. مثلا طفل عم يحكي مع أمه، حديثه بيختلف عن حديثه مع رفيقه أو مع جارهم أو مع شخص بيتعرف عليه لأول مرة، فهذا بنسميه استخدام اجتماعي للغة. الطفل بيعرف كيف يبني حوار، بيعرف كيف يكمل بالحوار مع الطرف الآخر وإمتى بده ينهي الحوار. فهي كلها ضمن الاستخدام الاجتماعي للغة. هاي عم نحكي إذا اللغة، بس إذا اضطراب لغوي كمان بدنا ناخذ دائما بعين الاعتبار عمر الطفل. الطفل بعمر السنة الأولى ل3 سنين هاي المرحلة كتير مهمة بحياة الطفل، لأنه هو رح يكون عم يكتسب وعم بيخزن المهارات اللغوية اللي رح يستخدمها بعدين بالمدرسة أو بحياته الاجتماعية. أما الاضطراب النطقي، لما بدنا نحكي عن الاضطراب النطقي فهو خلل بلفظ الطفل أو بإنتاجه للأصوات الكلامية، وهذا الاضطراب بيكون إما على شكل إبدال، يعني طفل ببدل صوت بصوت، مثلا كلمة كاسة بيقلها فاسة، ببدل صوت بصوت، أو بيحذف صوت من الكلمة، مثلا كلمة حليب بيقول ليب، حذف أول صوت من الكلمة، أو بيشوه الصوت، أو بيعمل إضافات، ممكن يضيف أصوات على الكلمة فبتطلع الكلمة معنى صحيحة أو معنى مفهومة بالنسبة للطفل. وبالاضطراب النطقي مفهومية كلام الطفل ما كتير بتكون واضحة للأهل أو للناس اللي حواليه. بس الاضطراب النطقي هاي العمليات بنقول عنها إنه هي عمليات صوتية طبيعية ممكن تتلاشى لما الطفل يروح على المدرسة.
يعني لحد عمر الست سنوات انا بعتبرها عمليات صوتيه طبيعيه. او بس ممكن انا كمان في عندي شرط، اذا كان اكثر من صوت فانا لازم اتدخل وعالج هذا الصوت. اذا كان عنده اكثر من صوت الطفل بيخطئ فيهم، لانه اكيد كلامه ما راح يكون مفهوم. فلحد عمر الست سنوات انا بعتبرها شيء طبيعي. اذا الطفل راح على المدرسه فهو راح يكون بعدين عنده اصوات وقت بيخطئ بالكلام، فممكن هو يتعرض لسخريه من رفقاته فهي راح تاثر عليه نفسيا. فانا بفضل انه نحن نعالج هاي الاصوات حتى لو بعمر مبكر، بس لحد عمر السنوات هي طبيعيه. طيب رانيا، شو هي المؤشرات اللي بتدل انه الطفل عنده مشكله حقيقيه؟ الام يمكن تتغاضى عن هذا الشيء انه ايه تاخر بالكلام، صح. يلا ما عليه، بعد سنه سنتين تضل هيك لحتى تصير مشكله حقيقيه. صح. هلا في كثير مؤشرات كمان، نحن بنرجع للمراحل تطور اللغه عند كل طفل. هلا المراحل هي بتكون ثابته لتطور مهارات اللغه عند الطفل، بس العمر يلي الطفل بيتجاوز فيها بيختلف من طفل لاخر. لهيك انا اول شيء المؤشرات، مثلا الطفل من الولاده هو ما بيبتسم، ما بيتفاعل مع الناس، اذا حكيته ما بيطلع بوجهي، ما بيعطيني اي تفاعل. الطفل ما بيمر بمرحله البقبقه، ما بينتج اصوات او مقاطع كلام. الطفل ما عنده كلمة أولى، هاي ممكن تعطيني مؤشر إنه الطفل ممكن يكون عنده تأخر أو اضطراب لغوي بالمستقبل. هاي بس عم نحكي كولادة. لما الطفل بيتقدم بالعمر فهو رح يكون عنده مهارات لغوية متقدمة أكثر، الطفل رح يروح على المدرسة ويتعلم قراءة وكتابة، فكل هدول المشاكل بتظهر على الطفل بتحصيله الأكاديمي. طيب قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي عن أهم الإرشادات اللي هي ممكن تكون طبعا تطوير المجال اللغوي عند الطفل بالسنوات الأولى مثل ما حكيتي. تمام. هلأ نحن بنعطي كتير إرشادات للأهل إنه أي محاولة الطفل بيظهرها بالتواصل فأنا عزز له هذا الشيء. يعني طفلي قال مثلا، قلت له جيب بوتك بدنا نروح عند تيتا، فهو راح جاب البوت، بقول له برافو، بعزز له، دائما بعزز الطفل، بحسسه إنه هو الشيء اللي عمله كتير منيح. مثلا طفل انتج كلمه فانا بحاول انه اوسع له هاي الكلمه، طورها لحتى تصير جمله. طفل مثلا بيقول كلمه كاسه، انت بدك كاسه حليب. طفل انا اخذته مثلا على بيت جده للطفل، فطول الحديث انا بكون عم بحكي له انه نحن هلا رايحين لعند تيتا، تيتا هلا بتعمينا اكلات طيبه. فدائما انا حاول انه وسع ادراك الطفل ومهاراته وتفاعله الاجتماعي، دائما اشركه بانشطتي الاجتماعيه اللي انا عم بعملها بالبيت، بدل ما انا مثلا الهي بايباد او على الكمبيوتر او على الموبايل. فانا دائما بحاول اني اعمل تواصل فعال مع طفلي من خلال حديثي معه. نعم رانيا، نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك يكون الامهات بشكل خاص استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم كثير. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم.